الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاع الصباح. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في الحياة فهم إذاعة القروان للصحة. هذا موعد جديد من برنامجكم الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي كوتي ميكرو، عزيز الهلالي كوتي كونسول، وكالعادة رحب بضيفتي مدام مريم الهمام الأخصائية النفسانية المدرسية اللي تحضر معنا عبر الهاتف. مدام مريم مرحبا. مرحبا، مرحبا بكم الكل. مرحبا مدام مريم، حكينا على برشا تفاصيل تخص العودة المدرسية، اليوم باش نحكيو على الأنشطة المدرسية مدى أهميتهم، وباش نحكيو على برشا حاجات تخصهم، خاصة ساعات الأولياء يبداو رافضين بعض الأنشطة والمتخصصة في بعض المجالات، باش نحكيو بأكثر تفاصيل. ولكن قبل كل شيء مدام مريم، كنت تحكينا على أهمية الأنشطة المدرسية في رسم شخصية الطفل، على سلوكه وعلى نفسيته وغيره. والله الأنشطة المدرسية حاجة مهمة ياسر، معناها إذا كانت تتوفر وتتوفر بكثرة في المدارس نتاعنا، على خاطر الأنشطة المدرسية تخلي الصغار متحفزين إنهم فما حاجات باش يعملوهم، حاجات مختلفة على الطرق التقليدية في طريقة التدريس وكل. دونك أهم من الحاجات المهمة على سلوك الصغير إنها تعزز أكثر العلاقات بينهم بين بعضهم الصغيرات، معناها في الأنشطة هذه تخلي فما أكثر كونتاكت بيناتهم، فما كسونس دو بارتاج نتاع لي تاش، يقسموا مثلا الحاجات في الأنشطة هذه، فما أكل، فما الكونكورونس اللي كل واحد يحب يعمل حاجة باش الفريق نتاعو يربح مثلا. يعني فيها برشا حاجات مهمة في بناء الشخصية متاع الصغير، وخاصة على الجانب معناه جروبال في المجموعة، وعلى جانب الشخصي زيادة انه الصغير يكسب الثقة في نفسه في وسط المجموعة هذيك، وانه الصغير يكون معناها عنده كلمته وينجم ساعات ياخد دور قيادة في هالأنشطة هذية، وينجم يعبر على رأيه، وخاصة كي يبدو معناها تعاملات صغار بينات بعضهم يكونوا أرتح أكثر من انهم يتعاملوا مع معناها كانوا عبد كبير معهم. دونك تخلي الصغيرات تعبر وتخرج الطاقات نتاعها، وتعبر بطريقه كما قلت لك ماهيش تقليديه. منه يعني ترفيه مدام مريم، اي منه ترفيه، منه خدمه لك الموهبه اللي عند الطفل، خاطر الانشطه المدرسيه متنوعه، وللسلوك زايده وللسلوك بالطبيعه. باهي مدام مريم، كيفاش نجموا نختاروا الانشطه المدرسيه اللي احنا باش نشاركوا فيهم في المدرسه طوال السنه الدراسيه، حسب شنو لي كريتير؟ قبل ما نحكيوا على دور الولي، اسكو من حقه يتدخل في اختيارات ولده والا لا؟ الانشطه المدرسيه كيفاش باش نختاروها؟ هو جينيرالمون بالحاجات المتوفره في المدرسه نتاعنا، وبالمعنى الاطار المتوفر، وكل شيء اللي نجموا يوفروه هما. يعني من بين المتوفر مدام مريم، ساعات معناها مش الأنشطة الكل موجودين في كل مدرسة، صحيح؟ معناها فما بعض المدارس ما فيهمش مثلا أنشطة مسرحية لغياب الفضاءات مثلا ولا حاجة، ولكن فما الآخرين نفترض أنهم موجودين الكل، وإلا حتى باش نختاروا من اللي موجود ماهمش موجودين الكل، كيفاش باش نختاروا؟ ما نجموش ريت في الأنشطة، ما نجموش نقولوا النشاط هذا خير من النشاط الآخر، يبقى ذاك حسب رغبة وميولات الصغير، هذاك علاش دو بريفيرونس نخليه مثلا نحطوا قدام صغيرات شنو هي الأنشطة، وكل صغير وين يحب يمشي. معناها الرغبة ترجع للتلميذ، وين الرغبة ترجع للتلميذ، هو النشاط. هو النشاط مانيش باش معناها ماذا بينا ما نغصبوش عليه النشاط، ماذا بينا هو يمشي لوحده باش يخرج فيه الطاقات نتاعو، باش يعبر كما يحب هو، باش يحس حاجة هو اختارها وحده، ماهيش تمرين نتاع حساب كما الناس الكل باش يعملوه، هذه حاجة مختلفة باش يختارها هو بغرام وبميوليت وكل، باش يعبر فيها بالطريقة اللي يحبها هو. معناها دو بريفيرونس نخليو الشوار صغيرات نتاعنا في الحاجة هذي. مدام مريم، فما ساعات بعض الأولياء اللي يتدخلوا في اختيارات صغارهم، وخاصة كي نحكيو على الأنشطة المدرسية، وساعات زادة يرفضوا الأولياء إنه صغيرهم ينخرط في نشاط معين اللي هو هوني. ما مدى تأثير هالرفض هذايا اللي انت كنت تحكي توا
قلت يا حبذا لو نخليه التلميذ وحده وحده يختار المجال اللي هو باش ينشط فيه، خاطر تدخل فيه الرغبه الموهبه وغيره. كيف يرفض الولي هوني، شنو باش يصير للتلميذ؟ يعني باش يصير له هو شوف، هو جينيرالمون الاولياء ملي يبدا الصغير في كرش الام نتاعو، والولي يبدا يخمم فك الحاجات اللي هو ما عملهم، شو الحاجات اللي حاب يعملهم والحاجات الكل اتو يعملهم صغيري. دونك يخلي الصغير نتاعو كانه هو باش يحمل كل الحاجات اللي ما نجمش يعملهم هو، والا حاب يعملهم، والا دونك دي بريفيرونس نفصلوا بين الحاجتين هذوما. احنا نوجهوا الصغير وبعد نخليه زاد رغبته هو. اذا كان انت تحب تعمل موسيقى اما هو ما بارع اكثر في الستار مثلا، مش بالضروره نحطوه في الموسيقى، ينجم ما يقدمش فيها وقت اللي كان ينجم يقدم في الستار، ولا يكون مرتاح اكثر في الستار. يعني لازم الولي ابار انه يحمل برشا مثلا لونفون ايماجينير وديزيري وايديال في مخه، يخلي شويه جانب للصغير في الشوا نتاعو. لازم تقولوا والله مثلا الموسيقى باهية وكل، إذا كان هو ما يفهمش، مش ما يفهمش ولا مش مغروم معناها ما يحبش الموسيقى، ما ينجم ما يقدمش فيها، ينجم يعدي الوقت هكاك ماشي باش يرضي الولي نتاعو. أما هو ماهوش قاعد يقدم، ماهوش قاعد يحس فيه نشاط مدرسي قد ما أنه قاعد يحس فيه نسمع في كلام الباغون نتاعي معناها. ينجم يكون الرفض مدام مريم هو خوف الأولياء على صغيراتهم، مثلا يخاف عليهم الأنشطة الرياضية، يقول لك ينجم يتيح ولا يتضرب ولا تصير له حاجه، مبرر هذا انه الولي معناها يمنع ولده من ممارسه نشاط معين للاسباب هذيا؟ للاسباب هذيا ما نجمش نقول اللي هو مبرر. اما بالنسبه مثلا الخوف نتاع الوليد، ما قلت لك الخوف مشروع، اما خوف باش يخلينا ما نقدموش ولا ما نعملوش دي زكتيفيتي، خاطر اي انسان معرض مثلا باش ينجم حتى في الدار تصير له حاجه، مش بالضروره في النشاط هذاك. معناها لازم يحط في باله اللي ما لازمناش نخافوا بطريقه ان نسكروا على صغيرنا على نشاط رياضي ولا حاجه. ابخيتو هو ما هو في مدرسه في مكان واضح معناها، فما شكون معناها انكادري ببعض عباد اكبر منه، فما شكون يراقب فيهم وكل شيء. نتصوروا فماش مجال للخوف اللي يخلي ما يخليهوش كل شيء، لا مثلا صغير عنده مرض مزمن ولا يعني اللي موانع نقولوا احنا صحيه، تنجم تكون فما موانع صحيه، كل شيء فما موانع صحيه اللي ينجم يتمثل خطر على الصغير هذا. باهي مدام مريم، ينجم الولي يقول لك ليه الانشطه المدرسيه باش تلهي لي صغيري على القرايه، شنو هو نجم نقولوا له؟ فما فوائد حتى على النتائج المدرسيه وقت اللي صغيري يمارس معناها الانشطه المدرسيه؟ خاطر الصغير راهو لازم وقت للأنشطة، لازم نفكروا للبارون اللي مش وقت القراية كله، معناه ملي باش نرجعوا للمدرسة كل شيء قراية، لازم وقت باش يقعد فيه مع أصحابه في جانب آخر ذاك المدرسة ذيك، كيما قلنا بكري باش يعزز علاقات مع أصدقائه، باش يدخل ذاك الحياة الاجتماعية وكيفاش يتصرف مع ذاك، يفهم إذا كان في النشاط فماشي عبد صغير متقلق ينجم يتقرب منه ويعاون صديقه، يفهم اللي فماشي هو معاملين عليه فك الاكتيفيتي هذيك، دونك يكسب ثقة في نفسه. يعني عندها حاجات باهية برشا للصغيرات باش يقدموا خاصة على الجانب الاجتماعي، على الحاجات اللي هو يحبهم يحب يتطور فيهم. دونك مش بالضرورة باش تكون عائق، بالعكس إذا كان يروح هو عامل نشاط في المدرسة بالكدا وشكروه عليه وصفقوا عليه صحابه، باش يروح فرحان، باش يروح موتيفي، ينجم باش يقرا لك بكل أريحية، معناها يكون خير، يعني باش تعاونوا نفسانيا لأنه مرتاح أكثر. فوالا باهي مدام مريم، ساعات صغيرات يبداو يحبوا يمارسوا أنشطة رياضية، ولكن للأسف في بعض المدارس ما فماش أنشطة مدرسية. هوني كيفاش ينجم يعمل صغير معناه، ولا الولي كيفاش ينجم يتدخل باش كما كنت تحكي انت على إيجابيات الأنشطة المدرسية، معناها كيفاش نعملوا أنشطة في الدار، أنشطة في الدار في العائلة، نعملوا أنشطة ما نعرفش، نعملوا كل شوية بانتور في الدار، نعملوا هكا نتلموا كان فما خوات، كان ما فماش خوات حتى لبارون بيدهم، نحطوا الصغير نعطي وقت لنا نحنا هاكا كل واحد فينا باش يعمل حاجة ذيك. يعني نجموا نخلقوهم الأنشطة حتى في الدار، في عائلتنا الضيقة معناها.
واضح. انت مدام مريم الهمامي الاخصائيه النفسانيه المدرسيه، حكيت لنا على الفوائد، قديش مهم انه التلميذ ولا الصغير يمارس الانشطه المدرسيه، واذا كان ما فماش هاكا وقتها نلتجئوا انه نعملوهم ولا نشوفوا بدائل في الدار مع اخواته ولا حتى مع لي بارون نتاعو. هذه كانت النصائح نتاعك مدام مريم، شكرا ليك على كل ما قدمته في حلقه اليوم. مدام مريم الهمامي الاخصائيه النفسانية المدرسية، حكيت على أهمية الأنشطة المدرسية على النمو النفسي والعقلي، أنهم يكونوا متوازن صغير، تربية سليمة، وزيادة ينجموا يعاونوه حتى في نتائجه المدرسية. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، في الأمان. الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاع صباح.